مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا من امبارح. اتكلمنا امبارح في مشاكل كتير وجبنا قضية إهمال طبي، اتكلمنا عن المرور والطلب المقدس اللي بنطلبه بقالنا كتير قوي من سيادة وزير الداخلية. الحقيقة النهاردة وأنا بتصفح الإنترنت العظيم، العظيم دي طبعا تريقة عشان بكرهه بس لازم ابقى عارفه بيحصل ايه، يعني لقيت خبر كده بيقول ان قررت وزاره الداخليه منع سير النقل من 9 من 6 ل 9 الصبح ومن 1 ل 4 بعد الظهر. يعني احنا كنا لسه امبارح بنقول اهو، يعني يا رب يا رب يكون الموقع ده صادق، منع سير النقل من 6 ل 9 صباحا بايه؟ انا مش شايفه، معلش ممكن تحطولي هنا، ممكن تحطولي ورايا. منع سير النقل التقيل من 6 ل 9 صباحا باتجاه طريقي الاسماعيليه والسويس. انا قريت بقى الخبر من جوه ان من 6 ل 9 الصبح من 1 ل 4 بعد الظهر. انا امبارح كنت لسه بقول ايه، كنت بترجى وبقول من فضلكم من فضلكم من فضلك يا سيادة وزير الداخليه ان احنا عايزين وقت المدارس ما يبقاش فيه نقل على الاقل موجود. انا ما بقولش ان دي تلبيه لطلبي، ولكن حسوا بينا، حسوا بينا وهنيئا لاولادنا. وهتقولي طب ايه السويس واسماعيليه وباقي حته؟ تلاقي السويس واسماعيليه لان طريق الاسماعيليه ده كله مدارس، يعني مليان مدارس غير طبيعيه. المدارس اللي في 6 اكتوبر كده كده المحور ما بيمشيش عليه نقل، فاحنا مشكلتنا في المدارس اللي موجوده في طريق اسماعيليه وفي طريق السويس لانها منطقه كلها مدارس. فانا بشكر وزاره الداخليه جدا 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 اذا كان الخبر ده صحيح. هو احنا اتاكدنا؟ طيب اتاكدنا ان الخبر ده صحيح. سيادة وزير الداخليه فوق راسنا من فوق ان حضرتك حميت ولادنا اخيرا في ظل القلق بتاع الايام دي، واكيد حتى لو احنا متأكدين ان مش هيحصل حاجة اكيد في استعداد امني، واكيد في ضباط مشغولين قوي قوي عشان حكاية 11 11 الوهمية دي.